نشرة السابعة والثلث المسائية المفصلة نقدمها لكم من تلفزيون لبنان. أهلا بكم. المفاوضات مع إيران كانت صعبة وكانت عاطفية حينا وصدامية حينا آخر، هكذا وصف وزير الخارجية الأمريكي جون كيري التفاوض الغربي الإيراني غداة الإعلان المشترك الذي يتضمن تنازلا إيرانيا في الجانب التقني مقابل رفع تدريجي للعقوبات. وقد صدرت ردود فعل عديدة في عواصم دول العالم، لكن أبرزها من العاهل السعودي الذي تمنى سلما دوليا، ومن الحكومة الإسرائيلية التي اعتبرت ما حصل خطوة في غاية الخطورة. وغدا أعلن لوزان كيف تبدو المنطقة. في اليمن استمرار للغارات الجوية وإسقاط أسلحة من طائرات عاصفة الحزم على عدن. في سوريا مواجهات بين داعش ومقاتلين منافسين في مخيم اليرموك. في العراق تشدد حكومي في وقف عمليات النهب في تكريت. في ليبيا سيطرة الجيش على العزيزية في طرابلس الغرب وطريق المطار في بنغازي. وفي لبنان أعرب الرئيس بري عن اعتقاده أن الاتفاق النووي من شأنه يؤدي إلى حلول لأزمات المنطقة. وفي لبنان أيضا قداديس والصلوات في يوم الجمعة العظيمة، والبطريرك الراعي يدعو إلى الصمود رغم المحن. عودة إلى اليوم الأول بعد إعلان لوزان، ونتوقف مع ردود الفعل. بعد سنين طويلة من العداء الإيراني الأمريكي، اتفاق إطار كسر الجليد بين القوى الكبرى، فاستطاعت إيران رفع العقوبات المفروضة عليها، ما كشف الساحة الدولية بين مرحب ومعارض كل وفق مصالحه. فالرئيس الأمريكي باراك أوباما اعتبره اتفاقا تاريخيا، بينما أكدت إسرائيل أنه خطأ تاريخي. الإيرانيون احتفوا في طهران بتوقيع الاتفاق الإطار النووي مع المجتمع الدولي في لوزان، حيث نزل مئات الإيرانيين إلى شوارع العاصمة طهران للاحتفال. وقد أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني التزام بلاده بالوعود في إطار مصالح إيران الوطنية، وأن بلاده ستفتح صفحة جديدة مع العالم بعد توقيع الاتفاق النهائي ورفع العقوبات. الابتهاج الإيراني جاء بالتوازي مع ترحيب دولي وتفاؤل بهذا الاتفاق التمهيدي، رغم التباين الواضح في الموقف الأمريكي نفسه. فوزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري وصف المفاوضات بالصعبة والمكثفة، فمرة عاطفية وأخرى صدامية، ذاكرا جدية نوايا الإيرانيين وأنهم تفاوضوا بشكل جاد، مشددا على وجود المساءلة في حال عدم التزام طهران بالاتفاق. أما رئيس مجلس النواب الأمريكي فاعتبر أن هذا الاتفاق يمثل انحرافا مثيرا للقلق عن أهداف الرئيس الأمريكي باراك أوباما المبدئية. ورأى وزير خارجية ألمانيا فرانك فالتر تشانماير أنه من السابق لأوانه الاحتفال بالاتفاق النووي مع إيران، داعيا إسرائيل إلى دراسته بعناية، لأنه من شأن هذا الاتفاق تحسين الأمن في منطقة الشرق الأوسط. أما التمايز الأوروبي فبرز في الموقف الفرنسي، إذ أوضح وزير خارجيتها لوران فابيوس أنه لم تتم تسوية الاتفاق النووي تماما بعد، وأن مسألة الجدول الزمني لرفع العقوبات نقطة لا تزال معقدة جدا، لأن الإيرانيين يريدون رفع كل العقوبات دفعة واحدة مطالبا برفعها بالتدريج، وأنه في حال أخلت إيران بالتزاماتها فأن الوضع سيعود إلى سابقه. وكان رد من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أوضح فيه أن مجموعة الحلول التي تم التوصل إليها قد تشكل أساسا للوثيقة النهائية للمباحثات النووية، وأن من يتحدث عن رفع تدريجي للعقوبات يخالف ما تم الاتفاق عليه حتى الآن. وفي أول رد فعل إسرائيلي طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن يتضمن الاتفاق اعتراف إيران بحق إسرائيل في الوجود. وقد أبلغ نتنياهو الرئيس الأمريكي معارضته الشديدة لاتفاق الإطار، معتبرا أنه يهدد بقاء إسرائيل، في حين رحبت تركيا بالاتفاق وأملت أن تمضي إيران قدما للتوصل إلى اتفاق نهائي. وفي الإطار نفسه اتصل العاهل السعودي الملك سلمان بالرئيس الأمريكي آملا أن يعزز هذا الاتفاق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. عاصفة الحزم مستمرة في اليمن، والحوثيون ينسحبون من القصر الرئاسي. وفي الشأن العراقي، تكريت تبقى في الواجهة وداعش يشتبك مع المسلحين في مخيم اليرموك في سوريا.
تتسارع الأحداث الميدانية في اليمن في ظل استمرار عاصفة الحزم، وفي هذا الإطار أكد مقاتلون في عدن أن طائرات حربية تابعة للتحالف العربي رمت بأسلحة بالمظلات للمقاتلين الذين يواجهون ميدانيا الحوثيين. وفي جديد المعلومات فإن الحوثيين انسحبوا من القصر الرئاسي في عدن بعد عدة غارات لقوات عاصفة الحزم، كما انسحبوا من أجزاء كبيرة من المدينة. وفي المواقف شدد وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو على أن بلاده تريد حلا سياسيا للأزمة اليمنية، لكنها عرضت دعما لوجستيا للتحالف التي تقوده السعودية. وفي التحركات وصل رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف إلى أنقرة لمناقشة المستجدات اليمنية مع المسؤولين الأتراك، ولفت إلى أنه وافق على تقديم كل الدعم الممكن للدفاع عن السعودية. إلى الشأن العراقي، حيث تبقى تكريت في الواجهة، وقد أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أوامر لقوات الأمن بوقف النهب الذي تمارسه العصابات المسلحة في تكريت، وشدد على أن النصر الذي تحقق في هذه المدينة كان نصرا عظيما لكل العراقيين وعلينا المحافظة عليه. إلى ذلك نفذت سلسلة غارات على مواقع لمسلحين في الساعات الأخيرة. وفي هذا الوقت كشفت منظمة العفو الدولية أنها تحقق في انتهاكات لحقوق الإنسان قد تكون ارتكبتها القوات العراقية والميليشيات الموالية لها أثناء الهجوم على المدينة. في شأن السوري، دارت اشتباكات عنيفة بين مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية وعناصر فلسطينية عند مدخل مخيم اليرموك الذي يقع على مشارف دمشق، وكان التنظيم سيطر على معظم أجزاء المخيم. وأشار المرصد إلى أن داعش أعدم 69 شخصا بينهم أطفال دون 18 بتهمة التعامل مع الحكومة السورية. وإلى ليبيا، وفي تطور بارز، فقد تمكن الجيش الوطني اليوم من السيطرة على العزيزية وعلى الطريق التي تصل المطار ببنغازي. قداديس وصلوات في يوم الجمعة العظيمة بعد الفاصل. أحييكم مجددا. علي البزال شهيدا احتضنه تراب الوطن، وغصة استعادة جثمانه أحيت في يوم الآلام حسرة أحبائه على افتقاده. تحقيق وسيم عرابي. بالكاد تستطيع أم علي الجلوس على مقعد في المستشفى العسكري في بدارو، تبكي شهيدها علي البزال الذي فارقها منذ نحو 8 أشهر ليعود جثة. هنا المشهد لم يعد جديدا، نياشين وأكليل ورفاق السلاح حضروا لتأدية التحية لبطل آخر، حملوا النعش وساروا بخطى الواجب. الله معك يا شهيد، الله معك يا ماما، يا عمري يا علي. إلى مسقط رأسه البزالي يعود الشهيد. الأهالي اصطفوا هنا والغصة كبيرة والكلام قد يكون لا يفي لغرض الوطن. على وقع إطلاق الرصاص ونسر الأرز والصراخ، استقبل أهالي البزالي ابن البلدة. المحطة الأولى كانت في منزل الشهيد، حيث مكث الجثمان لدقائق لينقل بعدها إلى حسينية البلدة، حيث كانت الحشود بانتظاره وأيضا القوى الأمنية. هنيئا له الشهادة، هو بيستحقها، وهو مع الاهل البات امام الحسين وفاطمة الزهراء. بس بدي وجه علامات بطل، وانا مستوقع اي الشغلة لانه موت من ظهره وقاعد مزين بوجهه. فالشغلة واحدة حوجه لهم اياها للي فوق، ما ادري شو فوق وجه لوجه، بدي شربوا كاس اللي شربني اياه. انا بعتز بكرامة ابني وبشرف ابني وبعتز بشهادة ابني، بس هني بدي موت في طيس، بدي احرق له قلبه وعولاده وبعدين موته لهالشيء بالنحت. أنا بأول وآخر بحمل المسؤولية لا بطائية ولا بعدينة ولكل بطل الحجيري، مثل ما ضوقون المار بدي ضوقون المار. شو عملن ابني؟ الله يفرج عن البعدون، الله يفرج عن جيل الحبيب محمد. تسليم جثة علي البزال ربما بعثت أملا جديدا في نفوس أهالي العسكريين المخطوفين، في خطوة قد تكون إشارة إلى استمرار المفاوضات للوصول إلى خاتمة سعيدة. هكذا انتهت قصة الشهيد علي البزال اليوم، صفحة يطويها اللبنانيون إلا هي أم الشهيد التي وإن بكت سيملأ عويلها ما تبقى لها من سنين.
وفي الجنوب سجل تحليق لطائرات استطلاع إسرائيلية من دون طيار في أجواء مزارع شبعة والجولان المحتلين في ظل حركة دوريات مدرعة عند الخط الحدودي لمزارع شبعة والكرة المحررة المحاذية، وبخاصة في محور العلم والرمثة وبركة النقار. نفذت وحدات من فوج التدخل السادس ولواء المشاة الأول والقوات الجوية مناورة قتالية في منطقة كفر فلوس الجنوب في حضور عدد من ضباط وفريق التدريب الأمريكي. المناورة تحاكي مهاجمة مجموعة إرهابية متحصنة في أماكن مبنية، وقد تخللت المناورة رميات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والرشاشة وعمليات إنزال من الطوافات. تأتي هذه المناورة في إطار خطة التدريب النوعي التي وضعتها قيادة الجيش للتأكد من جهوزية الوحدات واستعدادها للتدخل السريع والفاعل في مختلف الظروف القتالية. في بكركي رتبة دفن سيد المسيح برئاسة البطريرك الراعي ورئيس حزب القوات اللبنانية شدد بعد خلوة معه على انتخاب رئيس للجمهورية، مؤكدا عدم ارتباط الانتخابات لا بإيران ولا فرنسا أو السعودية. بمناسبة الجمعة العظيمة، رأس البطريرك الماروني الكاردينال مارك بشارة بطرس الراعي رتبة سجة الصليب على مذبح كنيسة الباحة الخارجية لصرح البطريركي في بكركي بمشاركة الكاردينال صفير ولفيف من المطارنة والكهنة وحضور رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وعاقلته النائبة ستريدا وحشد من الفعاليات والمؤمنين. البطريرك الراعي أشار في العرض إلى العواصف والمحن والمصاعب التي تعيشها البلدان المشرقية. ونحن كمسيحيين في لبنان وفي هذا الشرق الأوسط يذكرنا يوم وداعه، ونحن نقبله يستودعنا الرسالة لكي نعيشها في هذا الوطن الحبيب وفي البلدان المشرقية من حيث انطلقت رسالته، وهو اليوم بين أيدينا وسط العواصف والمحن والمصاعب ينادينا من صليبه ويقول: كما أرسلني أبي أرسلكم أنا أيضا. سيكون لكم في العالم ضيق، لكن تقووا، أنا طلبت العالم. البطريرك الراعي اجتمع بالدكتور جعجع الذي أكد الاستمرار في الحوار حتى النهاية، وأن انتخاب رئيس الجمهورية هو خلاص لأزماتنا. ما في شيء بيخلصنا من أزمتنا إلا إرادتنا كلبنانيين، وبداية خلاصنا من مجموعة أزماتنا بالوقت الحاضر هو انتخابات رئاسة الجمهورية. انتخابات رئاسة الجمهورية منا مربوطة لا بفرنسا لا بأمريكا لا بإيران لا بالسعودية، مربوطة ب 128 نائب عليهم ينزلوا يحضروا الجلسات وينتخبوا رئيس من مكان هالرئيس لمن يكون في رئيس. طبعا مش من مكان بالمعنى السلبي، بس إنه اللي بيكون رئيس انطلاقا من الانتخابات اللي بتصير كلنا سوا ونروح من هني وبيكون رئيس. جعجع أشار إلى أن وثيقة النقاط المشتركة وصلت إلى معراب وسيضع الملاحظات عليها. بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر والبطريرك غريغوريوس الثالث لحام والبطريرك مار إغناطيوس الثاني، وفي رسالة مشتركة لمناسبة قيامة السيد المسيح دعوا للصلاة من أجل سلام العالم وأمنه. وشدد البطريرك لحام في رسالته على صون المسيحيين في المشرق الذي هو محك صدقية العالم تجاه هذه البقعة من الأرض، قائلا: كفانا قتلا وتشريدا وجراحا تنزف في سوريا التي تنزف لعامها الخامس، وكفانا أن يغلي لبنان تحت نار الحسابات الإقليمية والفراغ الدستوري، ومصر تتلوى تحت نار القلاقل والعراق يدمر وأقلياته تهجر. في بيروت رتبة دفن المسيح برئاسة المطران مطر كذلك في مختلف المناطق. أمل الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الأباتة المصنع من خلال رتبة سجدة الصليب في الكسليك أن يعطي الله لبنان والمنطقة مجدا كبيرا، مشددا على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية. صلاة أيها الأحبة أن يعطي الله لبنان ومنطقتنا مجدا كبيرا ويكون علامة رضاه علينا، وأن تسرع الفئات السياسية كافة إلى اختيار رئيس للجمهورية يناسب هذا المقام، ونحن بأمس الحاجة في هذا البلد لهذه الحالة. صلاتنا أن يرتد الظالمون عن ظلمهم ويعرفوا أن المحبة هي السبيل الوحيد إلى الانتصار.
كما ترأس المطران بولس مطر الرتبة في كنيسة مار جورجس في وسط بيروت داعيا إلى تمتين أواصر الوحدة والعيش المشترك والإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية. وفي طرابلس احتفل المؤمنون برتبة دفن السيد المسيح وجالوا في شوارع مرمرون وعزمة وسط التراتيل والصلوات. وفي عكار احتفلت الطوائف المسيحية برتبة دفن السيد المسيح وحمل المصلون نعش المصلوب وطافوا في الباحات الخارجية محيين درب الجلجلة. كما احتفلت الرعاية في منطقة بشري برتبة دفن المسيح وأقيمت الصلوات والمسيرات الرمزية. واحتفل النائب البطريركي على المنطقة المطران مارون العمار بالرتبة في كنيستي مارسيبا والسيدة في منطقة بشري. وفي عكار ترأس المطران جورج أبو جودة رتبة دفن السيد المسيح في كنيسة مرتمورة في الأبيات ودعا للانتصار مع المسيح على الموت. وفي مطرانية الروم الكاثوليك ترأس المطران كيريلوس بوستروس رتبة دفن المسيح في كنيسة يوحنا فمي الذهب طريق الشام لحضور حشد من المؤمنين. وإلى مرج عيون حيث احتفلت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي بالجمعة العظيمة وأقيمت مسيرات درب الصليب ورتبة دفن المصلوب في مختلف كنائس البلدة. وفي كاتدرائية القديس بطرس أقيمت رتبة جناز المسيح بمشاركة ضباط من القوات الدولية الإسبان. موقع لبنان على خارطة التضامن العربي والملف الرئاسي مدار بحث بين المفتي دريان والنائب الحوت. استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان النائب عماد الحوت الذي أكد موقع لبنان في إطار التضامن العربي وأن لبنان هو جزء من العالم العربي ولا يستطيع أن يكون خارج إطار التضامن العربي. وردا على السؤال عن الاتفاق النووي وانعكاسه على لبنان بالنسبة لانتخاب رئيس للجمهورية قال لا مؤشرات بعد نهائية في هذا الاتجاه وخصوصا أن الاتفاق حصل بشكل مبدئي بعد ولم تكتب النصوص النهائية. كمان كانت فرصة الحقيقة للتحدث في الشأن العربي والإسلامي العام والتأكيد على موقع لبنان في إطار التضامن العربي وأن لبنان هو جزء من هذا العالم العربي ولا يستطيع أن يكون خارج إطار التضامن العربي. وتمنينا جميعا أن يكون ما يحصل في المنطقة مقدمة لعودة العقل لبعض من استخدم منطق القوة لفرض رأيه حتى نستطيع أن نصل إلى حوار هادئ يؤدي إلى استقرار المنطقة. نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان دعا إلى الالتفاف حول الجيش اللبناني والانتخاب رئيسا للجمهورية يكون عاقلا ومنصفا ومحبا ويتساوى الجميع عنده. الشيخ قبلان هنأ الجمهورية الإسلامية على نجاحها في مهمتها الصعبة وتحقيق طموحاتها من دون خسائر وعبر الدبلوماسية الحكيمة التي اتبعتها. المزيد من الأخبار بعد الفاصل. نتابع قراءة النشرة. الوزير ميشيل فرعون اعتبر أن نأي بالنفس لا يعني تحييد لبنان عن تاريخه داعيا للتمسك بمسار السيادة الوطنية ودعم الجيش اللبناني. وزير السياحة ميشيل فرعون في كلمة ألقاها في دارة الأحدار في عكار أوضح أن تحييد لبنان أو النأي بالنفس لا يعني على الإطلاق تحييده عن العروبة وعن تاريخ لبنان والوقوف والتقدير لكل أصدقائه وبخاصة دول الخليج التي صمدت إلى جانب لبنان والدولة اللبنانية بأكثر من 11 مليار دولار خلال السنوات العشر الأخيرة. فرعون أكد أن لبنان يسير بمسارين الدفاع عن السيادة ودعم الجيش اللبناني مشددا على ضرورة حماية الحدود الأرض والحضارة. يجب أن نعمل على تحييد لبنان. نعم تحييد لبنان أو نهي عن النفس إنما تحييد لبنان لا يعني التحييد عن العروبة لا يعني التحييد عن تاريخ لبنان لا يعني التحييد عن الوقوف والتقدير لكل أصدقاء لبنان إن كان دول الخليج التي صمدت إلى جانب لبنان والدولة اللبنانية بأكثر من 11 مليار دولار خلال آخر 10 سنين. نحن اليوم أكيد منفتحين وراغبين ومنتظرين انفتاح جديد من كل الدول المنطقة نحو حلول سياسية بما فيها إيران إذا كان هنالك انفتاح. إنما لبنان بتحييده لن يتحيد عن المسألة العربية وعن الرسالة العربية.
وكان منسق تيار المستقبل في منطقة القيطة سامر حدارة قد نقل رسالة أهل عكار للوزير فرعون يطالبونه فيها بالاهتمام بعكار وجعلها من ضمن الخارطة السياحية في لبنان، إشارة إلى لقاء موسع في بلدة قبيات بدعوة من النائب هادي حبيش للوزير ميشيل فرعون في حضور نواب وشخصيات سياسية اجتماعية وناشطين بيئيين. التحديات التي تواجهها هيئة قطاع النفط واستقطاب الشركات المرشحة لتعهد التنقيب في ظل تعثر صدور المراسيم التنظيمية في الصفحة الاقتصادية. ما هي السلبيات الناتجة عن تأخير إقرار مرسومي النفط في لبنان؟ أستاذ وسام الذهبي، حضرتك رئيس وحدة الشؤون المالية والاقتصادية في الهيئة، كيف تحافظ الهيئة اليوم ولبنان على الشركات الأجنبية؟ ونحن مثل ما نعرف هناك شركات كتير عم تفكر تترك والبعض ترك. اليوم في مشكلة أساسية هي انخفاض الأسعار، في مشكلة أساسية أنه لبنان عم يخسر الأسواق. اليوم صار عنا تأخير بإقرار المرسومين اللي هو مرسوم البلوكات ومرسوم دفتر الشروط واتفاقية الاستكشاف والإنتاج، مما جعل الدولة اللبنانية إذا بدك يعني تخسر المصداقية تبعيتها. اليوم الشركات للمرة الخامسة، وبالتالي نحن قلنا لوزارة الطاقة لمعالي الوزير أنه اليوم ما حنعلن عن الديت يما تاريخ تسكير المزايدة إلا لحين إقرار المراسيم، يعني حنعطي 6 أشهر. اليوم هلأ في عمل جاري والعمل مستمر، لأنه والتحدي أكبر صار. اليوم الشركات مثل ما عم بقول في عندها تخفيض بالبادجت بالميزانية تبعيتها بالاستكشاف وبالتطوير. في بعض الحقول ببعض البلاد بالعالم صارت بطلت مجدية اقتصاديا بسبب انخفاض الأسعار. في عدة أسواق سبقونا الشركات عليها بالدول المحيطة بنا، ولبنان ما عم بس عم يتنافس مع الدول البحر الأبيض المتوسط الحوض الشرقي، عم يتنافس مع كل العالم نحن باستقطاب هيدا الشركات وهيدا التحدي. البعض يتهم الهيئة والدولة اللبنانية أن هناك نوع من المسايرة للشركات لاستقطابها ولا تبقى بلبنان على حساب الدولة اللبنانية، أدي هيدا الكلام دقيق؟ على العكس تماما، يعني في خيط رفيع بين تأمين الحصة القصوى للدولة من الأنشطة البترولية وجذب الشركات. نحن حضرنا الإطار الاقتصادي والمالي اللي بيجذب الشركات إلى حد إنه ما نقدر لحد معين ما نقدر نهربهم. مثل ما تفضلت وقلت، اليوم مرور الوقت وعدم إقرار المرسومين مش لصالح لبنان ولا لصالح اقتصاده، وكلمة السر يعني ستنطلق من مجلس الوزراء، فهل ستكون قريبة وتساعد الاقتصاد اللبناني على تعويض من خساراته الاقتصادية؟ كميات المتساقطات ارتفعت هذا العام عن ما سبقه، بما يبشر بتخزين المياه إذا ما أحسنت إدارتها. أريش خطار والتفاصيل. فاقت المتساقطات في لبنان المعدلات الطبيعية. الحديث عن كمية المتساقطات ليس بالأمر المهم لو كنا في دولة تحسن استخراج مخزون المياه الجوفية، فالنقص في المياه ليس مرتبطا بالمتساقطات بقدر ما يرتبط بكيفية تخزينها في موسم الشتاء والاستفادة منها في مواسم الجفاف وإقامة سدود. بعد هواجس العام الماضي، ماذا عن متساقطات العام الحالي وبماذا تبشر؟ المتساقطات كانت كتير منيحة، يعني أو على معدلاتها يلي معودين نشهدها لتاريخ مثل اليوم، أو حتى زادت عن المعدلات ببعض المناطق، وفي محلات زادت بين 70 و 100 مليمتر عن المعدلات. يعني هاي السنة تعتبر سنة منيحة كريمة بالمتساقطات عموما، على عكس السنة الماضية يلي كانت من السنوات القليلة يلي بتبقى قليلة بالأمطار. الثلوج عامل كتير إيجابي لسبب بسيط، إنه الأمطار لما بتنزل إذا كانت أمطار غزيرة بتروح على سطح الأرض باتجاه البحر وكمية قليلة بتمتص الأرض. السنة هاي الأمطار ما كانت دايما غزيرة، مرقنا بفترات كانت أمطار خفيفة عم تنزل، هيدي مياه تمتص الأرض
والثلوج الدورة الأهم هو أنه رح تصير عملية ذوبانها ببطء خلال أيام والأسابيع القادمة، فبتصير هالثلوج تدوب على مهلها، الأرض بتمتصها، ممكن تساهم كتير بتغذية المياه الجوفية، وبالتالي إن شاء الله السنة ما منعوز كتير ماء، إن شاء الله بيكون ربنا أعطانا ما يكفي لحتى نستفيد خلال الصيف. ويبقى السؤال، هل تخرج هذه المعدلات لبنان من دائرة خطر الجفاف؟ ومتى ستطبق سياسة مائية وطنية للاستفادة من مياه لبنان؟ موسم مزدهر في عكار للبطاطا، والمزارعون يشكون المضاربة غير المتكافئة في التكلفة. منذر المرعبي. رفع مزارعو البطاطا في سهل عكار الصوت عاليا مناشدين المسؤولين ووزارة الزراعة وقف استيراد البطاطا من الخارج لأن موسم عكار حان جمعه. نحن بدنا نشيل موسمنا، مين بدي يعوض علينا؟ الدولة ما عوضت علينا، ونطلب من وزارة الزراعة يوقف التصدير. نحن تعرضنا لكارثة طبيعية وما حدا افتكر فينا لا من وزارة الزراعة ولا من الدولة. عكار التي تنتج أراضيها حوالي 100,000 طن، وأن السوق المحلي لا يستوعب أكثر من 40، وتبقى الأمال معلقة على تصدير ما تبقى من الكمية المستهلكة محليا. لما نستورد البطاطا من مصر ما عرف انه اهل عكار هون انه شو ما عنده ما عنده معاش الا من الزراعه، اذا بده يعمل معنا منيح بيوقف لنا الزراعه التصدير هذا بيعملنا محل ثاني مثل ما جاب البضاعه من مصر بيصدرنا هذا لبرا. غلاء البزار والسماد والسموم واستئجار الاراضي واليد العامله وغضب الطبيعه وعدم التعويض على المزارعين الخسائر الفادحه يرهق المزارعين ويضعهم امام واقع ماساوي يستدعي احتضانا من المسؤولين. من سهل عكار، منذر المرعبي، أمين سليمان، تلفزيون لبنان. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة، شكرا لحسن المتابعة، وملتقانا يتجدد عند 11:30. إلى اللقاء.